إذن مشاهدينا الكرام، عودة لمتابعة حادث كنيسة أبو سيفين بالجيزة، ومعنا الأستاذ محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية في اليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذ محمود. بالتأكيد نسأل عن تفاصيل المتابعة الأمنية لحادث الكنيسة، تفضل. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني في حادث مؤسف شهدته منطقه امبابه في محافظه الجيزه، للاسف لحد الان عندنا حوالي 55 ضحيه، ما بينهم 41 حاله وفاه وحوالي 14 حاله اصابه. الحمد لله بعض حالات الاصابه يعني بدات تتلقى الاسعافات الاوليه وتخرج من المستشفى. التحقيقات والتحريات المبدئيه بتفيد ان يعني ماس كهربائي وخلل كهربائي ادى الى بعض خروج بعض النيران في الطابق الثاني للكنيسه، وده اللي خلى النيران تمتد، وده كان الساعه 9 الا 3 دقائق، ومن ثم بدات النيران تمتد الى باقي المباني المجاوره. للاسف الادخنه المتصاعده بشكل كثيف ساهمت للاسف في وجود عدد كبير من الاختناقات، عشان كده وصل عندنا حوالي العدد حوالي 41 مصاب. يعني رغم قساوه المشهد والمشهد القاسي والصعب، الا ان كان في مشهد انساني ومشهد ينم على جدعنه رجال الشرطه واستبسالهم في الدفاع عن ابناء الشعب المصري. هو يعني واحنا بنشوف رجال الحمايه المدنيه هم بيحملوا الاطفال على ايديهم لاستخراجهم من اسفل النيران، ويعني يحملوا العالقين خلف النيران في مشاهد انسانيه. كمان الاهالي في منطقه امبابه ساعدوا المسعفين في نقل الضحايا الى المستشفيات القريبه من مكان الحادث، وما يمكن اللي ساهم بشكل كبير في تقليل عدد المصابين. يعني لولا وصول رجال الحمايه المدنيه المبكره والاسعاف يمكن للاسف كنا نشوف عدد كبير من الضحايا، لكن الحمد لله وصولهم المبكر ادى الى يعني انقاذ ما يمكن انقاذه قبل ان يتفاقم الامور. في مشاهد لافتة أستاذ محمود، ربما تحدثت عن جزء منها، عن أبطال الحماية المدنية الذين يعني قدموا بطولات في هذا الحادث كعادتهم بالطبع، أيضا رجال الإطفاء قدموا ملحمة إنسانية وسط النيران. يعني في تضافر كل الجهود لمحاولة إنقاذ المصابين في هذا الحدث. حدثني أكثر عن هذه المتابعة وهذه التفاصيل. يعني زي ما قلت لحضرتك، يعني وجود رجال الحماية المدنية مبكرا، وجود الإسعاف مبكرا، حرص رجال الحماية المدنية على التواصل واقتحام النيران رغم ان النيران كانت ملتهبة وألسنة النيران مرتفعة لعدة أمتار، إلا ان حرصهم على إنقاذ الضحايا خاصة من الأطفال كانت مشاهد تصدرت الحادث اليوم. والحمد لله تم انقاذ عدد كبير من الضحايا بفضل جهود رجال الحمايه المدنيه المكثف، وبفضل تحركهم السريع، وبفضل استبسالهم في الدفاع والذود عن الاطفال وعن العالقين خلف النيران. نعم، وربما يعني وجود رجال الحماية المدنية بشكل عاجل وفوري عقب اندلاع النيران ساعد في تقليص عدد المصابين في هذا الحادث. أشكرك شكرا جزيلا محمود عبد الراضي مسؤول ملف الداخلية في اليوم السابع.